بيتزا لمريض السكر والكيتو دايت، نجيب 100 جرام من اللوز، ونجيب بيضة واحدة، وقليل من ثوم البودرة، وقليل من بصل البودرة، وبنوضع قليل من الملح، وبنوضع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا وملعقة كبيرة خل، بتركهم يتفاعلوا وبنوضعهم مع الخليط. أنا وضعتهم في مطحنة أصغر لأنه الكمية صغيرة. إذا احتاج ماء بنوضع معلقتين ماء لهم بالتدريج، يعني معلقة معلقة أو معلقتين مع بعض، لذلك لازم تكون الخلطة. بنبشر 200 جرام جبنة تكون مناسبة للبيتزا، بنوضعها في الميكرويف مدة دقيقة أو على المقلة بنسيحها. مثل هيك تكون سايحة، بنوضع الخليط على الجبنة على 200 جرام جبنة اللي سيحناهم أو ذوبناهم، وهيك عجناهم أصبحوا جاهزين. بنمدهم على ورق الزبدة، موضوع كتير بسيط وكتير سهل. والحجم بنقطعهم الحجم اللي احنا بدنا إياه. بنوضع صوص البندورة، وبنوضع الجبنة، وبنوضع الخضار المناسبة لإلنا. نحمل الفرن من الأعلى ومن الأسفل، نوضعها بالرف الأوسط تقريبا 15 دقيقة بتاخد. بنحمل الفرن 200 درجة مئوية، لازم احنا نراقبها. عندي أكثر من 500 وصفة صحية، اللي بيهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. شايفين كيف بعد 15 دقيقة أنا ممكن أوضع الزعتر أو الأوريغانو، كتير هي روعة ومميزة. شايفين كيف من الأسفل، كتير هي روعة. خلينا نتذوق. بصراحة الطعم روعة، أتمنى أن أنتم تجربوها. اكتبوا لي رأيكم بالوصفة، رأيكم بهمني كتير. في أمان الله.